فريق أمل عين مليلة في القائم الثاني وتدخل الدفاع زينسني في التغطية وجانبية تسديد كاكشي بكاكشي يسدد قوية والعرض بصعوبة وبوفلاش بصعوبة كبيرة غير ناحية رفيقه بن شعيرة يسدد بن شعيرة وسهلة بين أحدان ناتاش عبد الرؤوف عين على الكرة وعين على مرمى الحارس ناتاش عبد الرؤوف كرة مرفوعة ممتازة ما مرتش بعيد عن بولعويدات يتمكن من استرجاع الكرة يحط كرة ناحية كامارا انطلاقة من كامارا على الجهة اليسرى كامارا البحث على المراوغة يتوغل يحط كرة ناحية بولعويدات ممتازة والحارس ناتاش أو الحارس بوفناش يتألق أمامنا في إبعاد هذه الكرة بعد بن شعيرة وزملائه من جانب أمل عين مليلة الرأسية وجانبية ارتقاء جيد من اللاعب كناش ولكن رأسيته تدخل من بكاكشي ممتاز بكاكشي يحط كرة ناحية كامارا ينطلق كامارا كانطلق كامارا 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 داخل منطقة العمليات والكرة تصطدم بالحارس بوفناش وتعود بعد كرة طويلة إبعاد سيدي الكرة من كناش ناحية جاليد كرة هذه من زياد جاليد داخل منطقة العمليات يرفع كرته تعاود ترجع لجاليد مرة أخرى في المتابعة ولكن فيها رايع فيه وضع التسلل في المتابعة من بوفناش كان ممتاز ولكن فريق أمل عين مليلة إبو زيدين يرفع كرته في القائم الثاني الرأسية وخمس أمتار وخمس فرصة سانحة لفريق أمل عين هذه الآونة عن نهاية المرحلة الثانية والمباراة بتعادل فريقين أمل عين مليلة وشبيبة الثورة.